شروط التأجير عندنا لدينا شروط معينة تتم الموافقة عليها من المستثمر، تعرض عليه، يطلع عليها، يوافق عليها. ثم لدينا حيادية في التقييم، نقيم الوقف بسعر من خلال شركات تقييم معتمدة محايدة خارج الشركة أو لجنة معتمدة خاصة محايدة. بعد أن يتم تقييم الوقف، المستأجر هو المسؤول عن استخراج الرخص الأخرى بعد توقيع العقد واستلام الموقع، هو المسؤول عن استخراج رخص التشغيل وخلافه. طبعا نقدم له الدعم اللوجستي من خطابات إلى الجهات ذات العلاقة وخلافه. آلية التقييم اللي هي تقييم سعر الإيجار عندنا وكل معتاد في الجهات الحكومية الأخرى، تعتمد يا على لجنة محايدة معتمدة تعطي سعر عادل أو من خلال شركات التقييم المعتمدة. مدة التعاقد عندنا ثلاث خيارات للتعاقد. عندنا عقد سنوي، بعض المستثمرين يحب أنه يستثمر ويجرب ويشوف، بس ما يبغى يلتزم بعقد طويل حتى لا يقع في التزامات مالية إذا خسر لا سمح الله. وعندنا النوع الثاني اللي هو العقد قصير الأجل، هذا يصل من 3 إلى 5 سنوات، نسميه قصير الأجل. وعندنا عقد طويل يصل إلى 20 سنة، هذه العقود أو المشاريع اللي تحتاج إلى مدد طويلة لأن فيها استثمار عالي وفيها قيمة عالية.